السلام عليكم طلاب، وياكم استاذ ايهاب. اليوم موضوعنا حول الاسنان تيث. اول شيء لازم تعرفون انه اي شيء يرتبط بالاسنان راح يكون اسمه دنتال. وابسط مثال على هذا انه طبيب الاسنان اسمه دنتست. الفك العلوي اللي هو الابر جا اسمه ماكزيلا، اما اللور جا الفك السفلي اسمه مانديبل. اللثه اسمها جام واسمها الطبي جنجيفا، اخذناها بالفيديو القبله. الاسنان تعرفون عندنا نوعين، الاسنان اللبنيه من اسمها لبنية مرتبطة بالألبان انه راح يكون اسمها ميلك تيث، هذا اسهل اسم ميلك تيث. لها عدة اسامي، بيبي تيث اللي هي اسنان الاطفال، برايمري تيث الاسنان الابتدائية، ديسيديوس تيث الاسنان المتساقطة، والتمبرري تيث الاسنان المؤقتة. راح يكون عددهم 20 سن. اما الاسنان الدائمية من اسمها دائمية، يعني بالانجليزي Permanent teeth الأسنان الدائمية، ولها اسم ثاني اللي هي Secondary teeth الأسنان الثانوية، راح يكون عددهن 32 سن. أما أسماء الأسنان، أول ثمانية بالمقدمة اللي هن القواطع اسمهن 8 incisors. عندنا 8 incisors يعني قواطع. وراها عندنا الكينينز 4 canines يعني أنياب، أربع أنياب. بعدها عندنا 8 premolars اللي هي الضواحك. بعدها راح يجينا 12 molars اللي هن الطواحن، لكن مو 12 هن طواحن، من ضمنهن including 4 أربعة wisdom teeth اللي هي أسنان الحكمة، أو أربعة اللي هي أسنان العقل مثل ما احنا نسميها. لكن الكينينز اللي هن اسم ثاني الانياب اللي هو كاسبيدز. اما البريمولرز اللي هن الضواحك اسمهن الثاني هو باي كاسبيدز. اما اذا نجي على اجزاء السن، الجزء العلوي الظاهر اللي هو الفوق للجنجيفا الظاهر اللي انباعه اللي هو اسمه كراون يعني التاج، والجزء اللي اول ما يظهر من اللثه اسمه نيك العنق. أما الجزء المغروس بالجنجيفا باللثة هو الروت الجذر. أما طبقات السن، أول جزء اللي هو الإنامل، إنامل اللي هي الأكثر مادة صلابة، the hardest substance، أكثر مادة صلابة اللي هي المينا، يليها طبقة الدنتين اللي هي العاج. أما بعد ذلك يجي البولب اللي هو الليد اللي يحوي البلاد فيزلز الأوعية الدموية، وأيضا يحوي النيرفز الأعصاب. وأكو أيضا جزء يغطي الروت الجذر اللي هو السمانتم، أحد وظائفه أنه يربط الأسنان بالفك. أتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو. لا تنسون إذا شفتوه مفيد سووا لايك واشتركوا بالقناة. أشوفكم في فيديو آخر.